الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رضي الله عنه ورحمه في إجماع السلف في الاعتقاد أنهم أجمعوا أن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. لحظة، شوف إيش قال، أجمعوا يعني من قدم عمر على أبي بكر يكون خالف الإجماع. شوف المصيبة ومش فاهمين. انا لما انا هم استغربوا مني جدا لما قلت لمن قال لي انه بيحب عمر اكتر من ابو بكر، قلت له انت ناقص الايمان. طبعا كان عايز يديني حاجه في دماغي، مش فاهمين، لا يفهمون. فشو ده اجماع والترتيب اجماع. يعني حتى اصلا احمد حنبل بدع من لم يربع بعلي، يكتفي بحديث ابن عمر في المسند. هناك روايه ابن عمر نفسه قال ونقول عليه، يعني الرابع عليه. فهنا اصلا الترتيب ان يربع بعلي، هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه. يعني من لم يربع بعلي يكون خالف عقيده اهل السنه والجماعه. شوف المساله خطيره كيف، وشوف الله تعالى جعلها من باب الاعتقاد. كل كتب السنه اللي هي الاعتقاد كلها تذكر هذا الباب، كلها تذكر هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل علاقه الايمان بالمحبه والبغض. آية المؤمنين آية الإيمان حب، وآية النفاق بغض الأنصار. وقع الخلاف قديما، أبو حنيفة قال بها وخطأوه جميع العلماء، خطأوه في ذلك وأهل الكوفة بقى، أهل الكوفة خطأوهم. ولذلك أحمد رس الأمر وقال من قدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. الكلام هنا شوف، انظر لما الكرماني من قدم علي على عثمان، انظر هنا الكرماني ماذا يقول بالاجماع على الترتيب، وانظر في الترتيب هقول بالاجماع. فتكون المساله هنا فيها مخالفه اجماع. فلذلك نحن نقول لا نعدها من المسائل الخلافيه المعتبره. تقديم علي على عثمان لا نعدها من المسائل الخلافيه المعتبره، لا سيما اننا نعتقد ان تقديم من قدمه الله حق واجب، وتاخير من اخره الله حق واجب. قد يقول لي هذا غيب، كيف تعلمه؟ قلنا للغيب علامات، وقد جعل الله لها ايه؟ امارات، من الدلائل البينه التي جاءت عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجمعوا ان خير هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، وخيرهم بعد ابي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان. وقال رضي الله عنه، وقال قوم من اهل السنه من اهل العلم واهل السنه وخيرهم بعد عثمان علي. ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قف على الجزء الاولى، احنا ليه بنركز في هذا الباب؟ امر خطير كما قلنا، امر خطير، وامر الصحابه امر خطير، والتهاون فيه اخطر ما يكون. ده اللي قلناه لبعض الناس الذين لم يعتدوا بكلامنا، وقلنا لهم انتم تريدون نصره بمن يستهزئ باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصره بمن ينتقص منهم ويكفرهم. كيف سينصرونكم وهم لم ينصروا اولياء الله جل في علاه؟ كيف ينصرونكم وهم يبغضون من يحب الله ويحبون من يبغض الله جل في من يبغض الله جل في علاه؟ كيف تكون منهم النصر؟ كالذي يستجير من النار من الرمضاء بايش؟ بالنار. كالذي يستغيث بالشيطان من اللهيب، لكنهم لا يفقهون. فلذلك قلنا التركيز، شوف تركيز عظيم في كل كتب السنه على مساله الصحابه. اتكلم على ان اجماع الصحابه على الافضليه، على التفضيل بين الصحابه، والتفضيل هنا باجماعهم تفضيل الخلفاء الراشدين المهديين الاربعه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. الخلفاء الراشدون من هم؟ لانه بعضهم وسع المساله، كل من جاء خليفه راشد. صحيح الخلفاء الراشدون زي كده كلمة السلفية أو المتقدمون السابقون الأولون. طيب الحقيقة أنه إما أن تقول الخلفاء الراشدون كحقبة من الزمن أو كمنهج. حقبة الزمن الخلفاء الراشدون هم الأربعة فقط معهم الحسن تقريبا. ليه؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنوارز. ثم قال في الرواية الأخرى نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. في رواية سفينة، لأن احنا عايزين نعرف بقى خلافة على منهاج النبوة دي فين؟ احنا هنا في خلافة على منهاج النبوة، في أين هي؟ سنونها مكانها؟ فقال حديث سفينة قال خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. احسب 30 سنة
ثلاث سنوات بالكسر بجبر الكسر عند ابي بكر، 10 لعمر يبقى كام؟ 13 و12 عثمان يبقى كام؟ 4 و6 اشهر لعلي يبقى باقي على 30 كام؟ 16 صح كده؟ الحسن اعتلى عرش الخلافه 6 اشهر فتمت الثلاثين. تمت بذلك فعلمنا ان المقصود بهم الائمه الايه؟ الخلفاء الذين نتبع سنتهم هم الاربعه وجعل لهم سنه مستقله. جعل لهم سنه اذا لكن اذا قلت الخلافه الخلافه على منهج النبوه منهجا كل من انتهج منهجهم يعني ولذلك هم قالوا الخليفه الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز زمنا ليس خليفه راشد. عمر او هارون الرشيد زمنا ليس خليفه راشد. لكن هنا خليفه راشد ايش؟ منهجا. اما اذا قلنا السلف من السلف؟ هم قالوا قلنا الخليفه ايش؟ دي على ايه؟ حقبه السنون. حقبه السنين فقط. لكن لو منهج لاخر الزمان من تمسك بمنهجهم وتمسك باقوالهم وعمل بها فهو يعتبر سلفي ماسك بالاصول. مفهوم الكلام؟ اذا اجمعت الامه على ان الخلفاء الراشدين الاربعه هم افضل الامه على الاطلاق. منهم من وقف عند الثلاثه لحديث صحيح عن ابن عمر بانه قال كنا نفاضل بين اصحابه رسول الله. فكنا نقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا يزيدون. في مسند احمد اللي ماكل مهما فين كليب؟ كليب شوف هذا. في مسند احمد انه في زياده انه عن ابن عمر انه ربع بعلي. وان لم يكن فاحمد قد يلزم انه في السنه الخلال ايضا الروايه انه ربع بعلي. ها؟ ما اعرف لكن المهم ان هو جاء على التربيع بعلي. فلما جاء على التربيع بعلي لا يبط لان ده صحيح لانه اجمعت الامه بعد موت عثمان ان خير من وطئ التراب في هذا الزمان هو علي بن ابي طالب. مفيش خلاف. يعني خير من الزبير وطلحه، خير من جميع. هو خير ال البيت. علي بن ابي طالب خير ال البيت، يعني هو افضل من جعفر. هو خير ال البيت. وهذا باتفاق. فيكون هذا الترتيب واجب ان ترتبه وجوبا. محبه ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي. واجمعوا على ما قالوا علي بن ابي طالب ان افضل هذه الامه بعد نبيها هو ابو بكر ثم عمر. والادله على ذلك كثيره. اما ابو بكر فهو خير البشر على الاطلاق بعد الانبياء والمرسلين. والنصوص على ذلك ظاهره باهره. علي بن ابي طالب كما قلنا وقف على الكوفه على المنبر فقال ايش؟ ايها الناس خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر تصريحا ثم عمر ومن قدمني عليهما جلدته حد المفتري. جلدته حد المفتري. وجاءت النصوص تثبت فضيله ابو بكر. طبعا علي ايضا لما قام ابو بكر خطيبا في الناس وقال اقيلوني اقيلوني ايها الناس وليت عليكم لست باهل بخيركم. ما هذا؟ ابو بكر من ذلك واخشى على نفسي ويقول اقيلوني وليت عليكم لست بخيركم. فقام علي بن ابي طالب وسط الجميع قال كيف نقيلك؟ والله لا نقيلك ولا نستقيلك. ان نبينا راضيك لديننا فلا نرضاك لدنيانا. وده بالضبط القياس اللي قال علي عمر بن الخطاب عند سقيفه بني سعيد. وجاءت فضائل ابي بكر وان كان تفوق بعضهم على فضائل تخص جاءت فضائل ابي بكر كثيره في الكتاب وفي السنه. اما في الكتاب فان الله تعالى اثبت له الصحبه تصريحا. قال ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقولوا ها باتفاق من بقى صاحبه؟ ابو بكر اتفاق في السنين. قال ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول صاحبه لا تحزن ان الله معك. كان هذه اعظم قاعده عقديه في هذا الباب. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وايضا الله تعالى قد اظهر مكانته عنده بانه خاطبه هو وحده بصيغه الجمع. لم ترد لصحابي قط لا في الكتاب ولا في السنة أن يخاطب فيها الصحابي بصيغة الجمع من قبل الجبار. ده أحد خلق؟ ده أحد من خلق؟ والله تعالى يعتني به
ثم يخاطبه بصيغة الجمع. طبعا لما مسطح تكلم في حديث الإف قال والله لا أنفق عليه، هو ابن أختي أو ابن خالتي يعني قريب، قال والله لا أنفق عليه. شوف الله غار على 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 عبدي، غار على مكانتي عندي. لا لا لا، انت ملاك الامر عندك في الكمالات لا تنزل عنها. فقال ولا ياتلي اولو الفضل اولو الفضل، باتفاق المقصود بذلك الخطاب هو من ابو بكر. لذلك هو لما قال له الا تحبون ان يغفر الله لكم ماذا قال؟ بلى احب ان يغفر، بلى والله احب ان يغفر الله لي. وقد كان واعاد النفقه لمسح، قال ولا ياتلي اولو الفضل. ثم بعد ذلك شهد له بما قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب، وهذه التي حدث بعمر ان يقول تمنيت الخلافه هذا اليوم. شهد الله له يعني شهد بذلك للصحابه مجملا، وشهد لعمر لابي بكر ايش؟ مفصلا. ودي دلاله على التفضيل. فاهمين ولا لا؟ جميع الصحابه يشتركون في الاصل. شهد الله لهم اجمالا في الاصل، وشهد له بالتفصيل. ممكن تفسر هذا الكلام يا فلاح؟ لازم هجيب اي ايه فيها فرض وخلصت المسألة. اسكت. شهد له اجمالا جميعا في التاصيل، ثم كان التفصيل للجليل ابي بكر الجليل. اي نعم، اتيني بقى. نعم قال عنهم جميعا يبتغون الفضل من الله ورضوانه، ثم ايضا الايه المعضده لذلك والزمهم كلمة التقوى، وها الشاهد جاء وكانوا أحق بها وأهلا. شهد لهم هو في التأصيل جميعا إجمالا المتفقين، ثم شهد له هو وحده تفصيلا، وسيجنبها الأتقى. وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تُرِزَى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ابتغاء وجه ربه الأعلى. بقى شوف اللي بعدها، الخبثاء الرافض ماذا يفعلون بهذه الآية؟ ولسوف يرضى. وأجمعت الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قال أرضى لكم أبو بكر، قال أرضى لكم أحد الرجلين، فأبو عبيدة قال امدد يدك وصافحك وبايعك. نظر إليه عمر قال إهن يا أبا عبيدة، قال غيره. أنا أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر؟ اتقدم يضرب عنقي ولا اتقدم قام يعني. لذلك الله رفع عمر ولا ما رفعوش؟ رفعه رفعه عظيمه. يا شيخ انت لما ترى يسمع رجل يقول ما رايت خيرا منك، قال تعالى. لا ده المفروض المدح بقى، حبيبي لبسوه الذهب انت رايت ماذا اقول؟ قل 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 عشان اسمع، قل ويخلي الناس تسمع هذا الكلام. ده جاء تعال رعب، قال تعال. فجاء قال من اين انت؟ قال من الطائف، قال من كذا. قال رأيت أبا بكر؟ شوف السؤال جاي سؤال عشان العقاب يأتي على وزاني. رأيت أبا بكر؟ قال لا والله ما رأيت أبا بكر. كانت النجاة. قال والذي نفسي بيدي لو قلت أنك رأيته وقلت ما قلت لجلدتك ونكلت بك لكان. رأيت؟ انظر كيف يفقهون كيف؟ فهو وكان يقول ليتني شعر في صدر. وحقيقة الأمر كل الانتصارات والفتوحات دي يعني كيف جاءت؟ لما انت تكون مضطرب في الداخل وعندك عرق وفي خرق هنا وخرق هنا وخرق، تستطيع تروح تبحث للخارج من اجل الفتوحات؟ من الذي رمم لك كل الداخل وهيأه وجعل لك سمله قويه جدا تبني عليها؟ من؟ الله جعل ابو بكر ذلك. لولا حروب الهند كان انتهى الموضوع. كان انتهى الموضوع، ثم جاءت فتوحات عمر. ففي سقيفه بني سعد اتفقوا جميعا ان خير هذه الامه هو ابو بكر. لذلك عبد الرحمن بن عوف قال ما 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 سبق ابو بكر الناس بكثير صلاه ولا صيام، ولكن وراه مرفوعا موضوعا، لكن هو موقوف على عبد الرحمن. ايضا وزن ابو بكر بالامه، خلى ان يكون فيها من؟ سليم صحيح. وزن ابو بكر بالامه فوزن الامه، ده ما وزنش عمر. الا تفقهون؟ وتاتيني المراه العبيطه تقول اصل عمر لا يا مهبوله يا مخبوله. اصلا وزن ابو بكر بالامه، عمر مع الامه، عمر مع الامه، ورجحت كفه ابي بكر. سبحان الذي لا يعلم اقدار خلقه الا هو سبحانه جل وعلا. فهذا اجمع واجمعت الامه على ان الافضليه هكذا على الترتيب
ترتيب الأربعة على الترتيب ترتيب الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهنا استقرار أهل السنة والجماعة، حصل خلاف في مبتدأ الأمر بتقديم علي بن أبي طالب على عثمان، حتى علي لم يقدم عثمان على نفسه. ابن الحنفية ابنه قال له من خير هذه الأمة؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. فالراجل خاف فقال له ثم أنت أبي أو يا أبتي؟ قال له ما أبوك إلا رجل من الناس. ولما خطب على المنبر قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، لكنه لم يقل عثمان، قال ثم الله أعلم. ما قدم عثمان على نفسه، ما كان عثمان يقدم على نفسه، لكن نحن نقول أجمعت الأمة حتى العذراء في خدرها حتى الأطفال كلهم أجمعوا على عدم تقديم عليها على عثمان، على أن عثمان هو الأحق بالخلافة. وده قاله عبد الرحمن العوف، قال والله بيوتات المهاجرين والأنصار ما تركت بيتا بيتا إلا والجميع يقدم عثمان على علي. لذلك أحمد قال من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إذا الخلاف الذي عن اندرس، انتهى الخلاف الذي عن قد اندرس. يبقى لنا الكلام على أفضلية الجميع، فإن شاء الله بإيجاز نأتي بأفضلية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك الكلام على هل هناك من أحد التابعين من يفضل أحد الصحابة، وهذا كلام أراه شاذا، ومن تمسك به فإنه لم ينظر نظرا صحيحا على الكتاب والسنة كما قال صاحب اللقطة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.